انا مبسوط قوي ان انتم موجودين هنا. انا يعني اتمنى الفيلم يعجب الناس واتمنى تشوفوا الفيلم. الفيلم يعجبكم، هو تجربه شبابيه ملهمه في رايي، واتمنى تاثر في الناس بطريقه حلوه. كلمني عن ابرز تفاصيل الفيلم. يعني الفيلم على ازاي ان المجتمعات ناس من طبقات مختلفه في مصر بتتجمع الكوره وبتعمل ايه بالكوره، بتلهم الناس ازاي بالكوره، بتساعد نفسها ازاي بالكوره، بتطور نفسها ازاي من خلال الكوره. يعني دور كابتن ميدو، بيقول انت لعيب كوره جامد قوي. والله متشكر. لسه ميدو قايل كده دلوقتي حالا، قال ايه؟ قال لي انت بتلعب كوره حلو. قال كده. انا بلعب كوره حلو. بتشجع ايه؟ بشجع الاهلي. شخصيه ماجد بقى استعدت ليها ازاي؟ حضرت 3 شهور بروفات و3 شهور تمرينات على الكوره وبس، حضرنا عليها كلنا وانا مبسوط قوي. هو حبيب قلبي كزبره، انا مبسوط قوي ان انا اشتغلت معاه. ما بيعرفش يلعب كوره. ما بيعرفش. لا انت بتبقى قاصد الفيديوهات دي ان هي تبقى مش قاصد. لا لا، ده هي فيديوهات طلعت عفويه كده مننا وهو كان بينزلها وعجبت الناس. انا مبسوط انها عجبت الناس كمان. شكرا لك عوام دعم النجم خالد النبوي ليك النهارده. انا مبسوط ان هو جه واتمنى الفيلم يعجبه، وانا مبسوط ان انتوا جيتوا جدا واتمنى الفيلم يعجبه. اللي انت حكيت له عن الفيلم ايه ده؟ هو اتكلم؟ قال اتكلم معانا بس. ده حصري. حصري يا باشا، حصري. انا حكيت له على الفيلم طبعا. وحكيت له فايه؟ بس هو النهارده جاي يشوفك على ما ده طبيعي. انا قلقان. اتمنى الفيلم يعجبه واتمنى الفيلم يعجب الجمهور، دي اهم حاجه. وانا متشكر ان انتوا شكرا.